أعلن كل من مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وهذه هي البحرين عن إطلاق مشروع مركز الملك حمد للسلام السبراني لتعزيز التسامح والتعايش بين الشباب. جاء ذلك خلال حفل نظمه مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وهذه هي البحرين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ويعتبر مشروع مركز الملك حمد للسلام السبراني منصة محاكاة تفاعلية عبر الشبكة المعلوماتية، حيث سيعمل المشاركون في عالم افتراضي لاتخاذ قرارات بشأن كيفية الاستجابة للقضايا والتحديات المتعلقة بالتعايش. وستمكن المحاكاة الإلكترونية ستمكن المستخدمين من توفير إجابات للأسئلة وحلول للمشاكل. ويستهدف برنامج الملك حمد العالمي للسلام السبراني الشباب لجعلهم رواد مكافحة الإرهاب الإلكتروني ومحاربة خطاب الكراهية والتطرف، إضافة إلى وضع حد لكل أشكال التحريض السبراني على ارتكاب أعمال عنف وإرهاب باستخدام التكنولوجيا المتطورة. وقد حظي مشروع مركز الملك حمد للسلام السبراني بإشادات واسعة ودعما منقطع النظير من قبل جميع الحضور، والذين أجمعوا على أن هذه المبادرة البحرينية الرائدة تترجم مدى التزام المملكة التاريخي بجعل التسامح والتعايش السلمي منهاج حياة بقيادة الشباب الساعي وراء الوسطية والاعتدال. وبهذه المناسبة أعرب رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد للتعايش السلمي سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة عن فخره بالإعلان عن هذا المشروع الذي سيعزز طرق وبرامج التوعية بمفاهيم التعايش السلمي والتسامح الديني على نطاق عالمي، وينقلها إلى آفاق أرحب من التنوع والابتكار مع الاعتماد على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المتطورة. وأكد سعادته أن العالم في أمس الحاجة في وقتنا هذا إلى وجود برامج متخصصة تخدم زيادة التوعية بمفاهيم ومبادئ التعايش السلمي والتسامح الديني ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله، وذلك باستخدام أدوات مبتكرة وأساليب تقنية ذكية بغية أحداث نقلة نوعية في توجهات الشباب وأفكارهم تعود بالنفع على مجتمعاتهم وشعوبهم بالسلام والوئام. وبين سعادة الشيخ خالد أن التعايش السلمي كان أسلوب حياة يومي في البحرين منذ آلاف السنين، وما تزال حتى يومنا هذا واحة لذلك التسامح مع تحولها إلى مواطنة لمئات المساجد والكنائس من جميع الطوائف والعديد من المعابد الهندوسية والسيخية والبوذية التي تخدم احتياجات الشعب متعدد الثقافات. Very happy with this invitation by the Kingdom of Bahrain. Important meeting. إنني مسرورة جدا بدعوة مملكة البحرين لهذا الاجتماع الذي تضمن إطلاق مشروع مركز الملك حمد للسلام السبراني. نحن هنا لبحث السبل الكفيلة والحلول الناجعة لكافة مشاكل التطرف وصولا إلى تهيئة عالم مسالم ومتسامح لجميع شعوب الأرض. إن مشروع مركز حمد للسلام السبراني سيجعل الأجيال القادمة وصناع القرار متيقظين لما يحاك من خطابات كراهية وعنف عبر المنصات الإلكترونية، خاصة مع تزايد محاولات استقطاب الشباب عبر مواقع إلكترونية مشبوهة للانضمام للجماعات الإرهابية وحدوث ما لا تحمد عقباه، وهو أمر غير مقبول بتاتا. إن نجاح المبادرة البحرينية يرتكز في جوهره على قاعدة أن الشباب عماد المستقبل، وبالتالي يجب دعمهم ومنعهم من الانخراط بأية أعمال غير إنسانية. Bahrain is one of the most open, tolerant societies. أن البحرين من أكثر الدول انفتاحا على الآخر وتسامحا، وتصنف كأكثر الدول ديمقراطية في المنطقة، فخورون بالعمل دوما مع البحرين والتي تبقى مثالا رائدا للانفتاح والوسطية بفضل مشروعها الإصلاحي وقائدها الفذ ممثلا بجلالة الملك، إلى جانب ما تتمتع به من حرية التدين والمساواة بين الجنسين. وآمل أن تواصل المملكة مواكبة هذه المبادرات والإصلاحات المثمرة. ليس مستغربا أن تطلق البحرين مشروع الملك حمد العالمي للسلام السبراني بحكم باعها الطويل في تعزيز التسامح والتعايش السلمي.
إن هذا المشروع يحمل غايات إنسانية في قمة النوبل تضمن للبشرية مستقبلا مسالما بفضل توحيد رؤى الشباب وخروجهم بمرئيات تسمو فوق الكراهية والعنف والتطرف. الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال التعايش العالمي وفي مجال حوار الحضارات وفي مجال إثبات إمكانية التعايش الداخلي والخارجي في المجتمعات وإمكانية القضاء على الإرهاب وعلى التطرف وعلى ما يصاحبه من ظواهر العنف وما يصاحبه من ظواهر أخرى عالمية نشاهدها الآن، وهي اعتداءات متبادلة وسعي للسيطرة وسعي للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. هذا حقيقة كله حققه جلالة الملك وحققته حكومة مملكة البحرين في خلال الفترة الماضية. المركز البحريني للتعايش السلمي كان له أيضا إنجازات كبيرة جدا، واستضاف العديد من الفعاليات في الأمم المتحدة وفي مملكة البحرين، لأنه البحرين بتقدم نموذج متكامل للتعايش ما بين كافة المذاهب وكافة القوميات وكافة الأعراق في بوتقة واحدة بتحظى بالرخاء والنعيم.